Bonsoir, cher ami. Je pense simplement que personne d'autre n'a donné cette information que moi. Et c'est un manque de respect que de publier des informations comme ça. Voilà, j'apprécie pas. S'il y en a un qui doit donner cette information, c'est moi, personne d'autre. تردد في ساحة نادي مولودية الجزائر خبر اعتناق مدربها الفرنسي باتريس فوميل الإسلام، فما القصة؟ القصة تعود إلى تداول عبر وسائل إعلامية خبر اعتناق المدرب الفرنسي فوميل الإسلام بعد أن نطق شهادتين في أحد المساجد بالجزائر العاصمة. وروج أيضا أن مدرب العميد صام في الأيام القليلة شهر رمضان الكريم واختار اسم أمير بعد إسلامه، كما أشارت بعض المواقع إلى أنه تزوج أيضا من جزائرية. هذا الخبر وجعل التقنية الفرنسية صاحب 45 سنة يرد عبر تسجيل صوتي مشيرا فيها إلى أنه ليس من حق أي شخص تقديم هذه المعلومة باستثنائه هو، ونشر مثل هذه المعلومات يعد قلة احترام لشخصه. وخلف رد ومدرب متصدر البطولة الجزائرية العديد من الانتقادات عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، حيث رأوا أنه لا يحق لأي كان التشهير ببومي، وأن قراره أمر شخصي كونه الوحيد المخول بمنح هذه المعلومة.